بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني التواجد ديالنا هنا اليوم هو بمناسبه انطلاق الحوار الوطني حول الاسكان والتامير اللي منظم من طرف وزاره الاسكان وسياسه المدينه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. بطبيعه الحال هذا الحوار الوطني كيف قال التواجد ديالنا هو لاغناء الحوار واعطاء مجموعه ديال الحلول لتجاوز مجموعه من القوانين صراحه اللي اصبحت اليوم تعيق الانطلاقه الحقيقيه ديال الاسكان والتامير داخل بلادنا. اذا التواجد ديالنا كيف قلت هو اسهاما بطبيعه الحال واعطاء مجموعه من الاقتراحات كفاعلين سياسيين. اذا الان غادي تنطلق ان شاء الله الورشات والمشاركه ديالنا بطبيعه الحال في هذا الحوار الوطني كيف قلت غادي يكونوا فيه مخرجات اللي غادي تعطي قوانين جديده ان شاء الله باش يعني نخرجوا من هذه الكلاسيكيه ديال التعقيدات ديال الوثائق ديال التعمير اللي كتاخذ يعني على الاقل في المتوسط كتاخذ واحد 6 ديال السنوات، يعني كتحتاج لواحد 133 توقيع، كتحتاج لواحد 33 متدخل. هذه مجموعه ديال الاشكالات صراحه اللي خاصنا نجاوزوها. كذلك لابد ما نشيروا بانه التعمير داخل المجال الحضاري وكذلك التعمير في العالم القروي، العالم القروي اليوم كيعاني الضواوير يعني ممنوع فيها البناء، يعني يجب تبسيط المساطر للسماح بالبناء بطبيعه الحال في العالم القروي والرفع كذلك من المجال ديال العيش داخل المجال القروي. هذا دائما هاد كيف قلت هاد جميع هاد المتدخلين في هاد المجال ديال التامير وجب باش نخرجوا بواحد المخرجات وواحد يعني نوجدوا واحد المجموعه ديال القوانين جديده اللي غادي تسمح بطبيعه الحال في الاول والاخير العيش الكريم ديال المواطن المغربي وحصوله على سكن لائق. شكرا. الحمد لله حنايا والمبادره هي غاديه يلاه بدات الطروقه، نشوفوا من هنا لقدام ان شاء الله اش غادي يكون. والمبادره هي راه دازت نتاع السكن نتاع القرويين ونتاع الدواور والمرس نتاع سيدي يوسف حتى هو، وهذا الشيء راه دخلت لي تطرقوا ليه المواضيع كلها، وما تنطلبوا من الله ان شاء الله يمشي هذا الشيء مزيان، هذه المبادره تمشي مزيانه ان شاء الله بحول الله، وراه غادي يكون الخير ان شاء الله في المجتمع المدني. حنايا خدامين وان شاء الله راه استاذ كل شيء غادي مزيان ان شاء الله بحول الله. بزاف هما الدروكه في المرس يقلبوا على الرخص نتوع البناء ما كاينينش، ما باش يعطيوهم. طرقنا شحال من الموضوع، الاخ الوادي دي خالد تيطرق لهذا الموضوع هذا بزاف، وما جمعيه شباب مراكش عنده الملف نتاعها طرق لهذا الموضوع هذا بزاف، ما حقاش ما غاديش يمكن يعطيو واحد الوثيقه نتاع البني يبنيو الناس وشي يبني وشي ما يبني. هادشي اللي ما بغاش الخالد الوادي دي تيقول نحطوا النقط فوق الحروف ونمشيو مزيانين ان شاء الله. الدوار نتاع مولاي عزوز حتى هو واحد الحفره اللي تكرفصوا فيها الناس، وتنطلبوا من الله سبحانه الا هو ينتبهوا لهذاك الدوار نتاع مولاي عزوز حتى هو يكون كاين بعض الدوار شويه راه كلشي تتعرفوه، كلشي ما غاديش نغطيو الشمس بالغربال. وحنا تنطلبوا من الله ومن هذه الحكومه هذه ومن هذه الناس هذه يقبطوا هذه المبادره هذه ويمشيو مزيانين ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.